بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن دليل إنزال الحديد من السماء. هذه الصورة عرضتها موقع ناسا للفضاء بتاريخ 2007. قال العلماء أنها صورة لمذنب يبلغ طوله أكثر من 30 مليون كيلو متر، وأنه يسبح في الكون، ومن المحتمل أن يصطدم في باي كوكب يصادفه. ولدى تحليل هذا المذنب تبين أن ذيله عبارة عن مركبات الحديد. أما النيازك التي سقطت على الأرض منذ ملايين السنين المحملة بالحديد فقد أقنت الأرض بهذا العنصر. ولذلك عندما تحدث القرآن عن الحديد أكد أن الحديد نزل من السماء. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، سورة الحديد آية 25. هناك العديد من الدراسات تؤكد نزول الحديد من المجرات البعيدة واستقراره في الأرض، والله أعلم.